خلينا نذهب بكم مباشرة إلى تونس وكلمة لرئيس حكومة التوافق الليبية فائز السراج. الصراع أيها الإخوة هو بين من يريد الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والقانون، وبين من يسعى لعسكرة الدولة والعودة بنا إلى الحكم الشمولي، حكم الفرد والعائلة. ما يشغلنا الآن هو حماية نسيجنا الاجتماعي الذي يستهدفه دعاة الفتنة من ناقصي العقل وفاقدي الضمير. إننا نعول عليكم وعلى جميع شيوخنا وحكمائنا وأهلنا في شرق البلاد وغربها وجنوبها، في مدنها وقبائلها وعائلاتها، في التصدي لهذه المحاولات ليظل نسيجنا الاجتماعي كما نعرفه، متداخلا متماسكا مترابطا بتقاليده وعاداته وقيمه الأصيلة. القضية خطيرة تتعلق بوحدة وطن، ولا يجب أن يترك لمغامر مهما كان أن يحدث شرخا في هذا النسيج. لنقف صفا واحدا أيها الإخوة ضد من يحاولون التفريق بين أبناء الشعب الواحد. إن الطموح السياسي حق مشروع لا غبار عليه، لكن هناك وسائل متحضرة لتحقيقه، تكمن في الانتخابات ليقول الشعب كلمته ويختار بحرية من يتولى مسؤولية الحكم. الإخوة الأعزاء، أوجه من خلالكم نداء لإخوتنا وأهلنا في شرق البلاد، في برق التاريخ والجهاد والأصالة، برق العلوم والثقافة، وأقول حان الوقت لأن يرتفع صوت العقل والحكمة، وأن تبعدوا أبنائكم عن هذه الحرب، فدماء جميع الليبيين عزيزة علينا. الجميع أخوة في الله والوطن، إنها حرب يقودها فرد من أجل السلطة، وقودها أبنائكم وأبنائنا. إن المعارك التي تنتظر شبابنا ويجب أن نستعد لها هي معارك البناء والتعمير، لا معارك الدمار والتدمير. ما زال هناك فرصة لوقف نزيف الدم وجلوس الليبيين جميعا للحوار، مستفيدين من هذه التجربة المريرة وما أفرزته من معطيات جديدة. إن إرادة الشعب الليبي هي التي ستنتصر، هكذا يقول التاريخ، وسيعمل شعبنا في وقت قريب بإذن الله على إرساء دعائم دولته، والتي لن تحكم إلا عبر صندوق الاقتراع. أشكركم على الحضور وتحمل مشاق السفر، آملا أن يكون لقائنا القادم في طرابلس عاصمتكم، عاصمة كل الليبيين. إذا مشاهدينا استمعنا إلى كلمة لرئيس حكومة التوافق الليبية فايز السراج. نعم وائل، يعني السراج قال، تحدث عن سعي البعض إلى عسكرة الدولة، وقال بأنه يشغلنا اليوم هو الحفاظ على نسيجنا الاجتماعي الموحد، وتوجه إلى الشرق الليبي ودعاهم إلى الحوار، وقال بأنه هذه الحرب يقودها شخص واحد من أجل السلطة، ووقود هذه الحرب هي أبناء وشباب هذا الوطن.